السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض كلام عن البوليمرز. دلوقتي يا شباب احنا اتكلمنا قبل كده ازاي بعمل الكمبوزيت ماتيريال، ان انا بجيب نوعين من المعدن وحاجة منهم بتكون منصهرة حاجة منهم بتكون بارتيكلز وبخلطهم مع بعض ايا كان طريقة التشكيل اللي انا بشكل بيها، ولكن انا في النهاية عايز احصل على سبيكة جديدة داخل فيها مركبين او ثلاثة من نوعين مختلفين او ثلاث انواع من ماتيريالز مختلفة. ليه؟ علشان احصل على خصائص جديدة تكون اقوى، تكون استخداماتها افضل، تكون اقل في السعر. ده اللي انا عملته قبل كده في الكومبوزيت ماتيريال. نفس الكلام احنا هنعمله هنا في البوليمر، ولكن انا محتاج اعمل دعامة يعني اقوي البوليمر اللي عندي، فانا هستخدم عندي انواع تعمل رينفورسمنت منها الفايبر. طبعا انا هستخدم حاجات كتير هنا، هعمل فايبر، هعمل فلاكس، هعمل هيكون عندي الويسكرز او بارتيكلز او ناتشورال فايبرز، كل الحاجات دي علشان تعمل لي رينفورسمنت للكومبوزيت اللي عندي للبوليمر السبيكه اللي موجوده عندي. ايه الهدف من ان انا اعمل الكلام ده؟ زي ما قلنا انا عايز احصل على خصائص جديده اقدر استخدمها بطريقه افضل من لو انا استخدمت البوليمر بس لوحده في الصوره الطبيعيه بتاعته اللي انا حققتها قبل كده. احنا اول نوع هنتكلم فيه هنتكلم في الفايبر. لو انا هعمل رينفورسمنت بالفايبر، طبعا عندي انواع ليه هو كمان. احنا هنتكلم في اول حاجة منهم لو انا هتكلم عن الجلاس، طبعا استخداماته منتشرة جدا، قوة الصلابة بتاعته افضل، الاستيفنس عالي، لودن الكثافة قليلة، والسعر بتاعه قليل. ده لو انا هقارنه بانواع تانية هنذكرها دلوقتي واحنا شغالين. لما هاجي اطلب منك في الامتحان ان انت توصف لي اي نوع ايا كان، مثلا توصف لي الفايبر جلاس، هتقول لي بيتكون من ايه، هتقول لي الخصائص بتاعته ايه، هي ايه اهم المميزات بتاعته وايه الاستخدامات بتاعته. ايا كان السؤال اللي هساله لك لاي حاجه من الانواع دي، فانت هتوضح لي الثلاث حاجات دول، انا بستخدمه في ايه، هو نفسه بيتكون من ايه، ايه هي المميزات او الخصائص بتاعته او الحاجه اللي بتميزه اللي تخليني الجا ان انا اصنعه وان انا استخدمه. طبعا موجود هنا الاستخدامات بتاعته، انا بستخدمها في القوارب، بستخدمه في مذكور هنا قدامك حاجات كتير. حاول بقى تعملها في صوره جدول ليك علشان يكون حفظ الاستخدامات وحفظ المقارنات دي بصوره اسهل ليك. عندي نوع تاني لو انا هستعمل الكربون او البورن ده لو هو ممكن نقول عليه معدن خامل في الجدول المعادن اللي عندك. مثلا انا بستخدم هنا خيوط من التنجستين، هنا الكربون، انا بحط عندي البوليمر بستخدم معاها الكربون. ليه؟ بيديني العيوب بتاعته ان انا بيحصل عندي كسر، التكلفة بتاعته عالية، ولكن انا هحتاج استخدمه في السبيس كرافت بارتس، يعني اللي هي الناس اللي بتشتغل في علوم الفضاء دلوقتي، هتلاقي ان انت بتحتاج تعمل كومبوننت ما يحصل لهاش اي تغيرات مع عوامل الجو ومع عوامل الانفايرمنت السبيس انفايرمنت يعني. فاحنا بنلجأ للبوليمرز اللي احنا بنعملها دي، ويفضل استخدام الكربون فيها، الكربون بوليمر. طيب الكيفلر نفس الكلام، ده نوع من انواع او بنقول عليه الارمايد، ده من انواع الفايبرز اللي انا بستخدمها في سبائك البوليمر عندي. الدنيستي بتاعته خفيفه قليله، يعني كثافته قليله. الهاي تنس عنده هاي في هاي تنسايل في سترينث، ولكن التكلفه بتاعته عاليه. هو نفسه الكيفلر النوع ده اصلا في منه ثلاث انواع، يفرق معايا ان انت تذكر لي استخداماتهم. ممكن تذكر لي اثنين او ثلاثة الاستخدامات يكون كويس، مش لازم كل الاستخدامات بتاعتها دي. هم بالنسبة لي كلهم هاي سترينث، لو دينستي، هاي مودولس، دي كلهم خصائص موجودة فيهم، ولكن هيختلفوا الثلاث انواع الكيفلر. عندي 29 كيفلر، 49 كيفلر، 149، هيختلفوا معايا في الاستخدامات بتاعتهم.
طيب السبيكة نفسها انا هحط الفايبر فيها ازاي؟ انا النهارده بعمل سبيكة بوليمر، هحط الفايبر موجود ازاي؟ زي ما عملنا في الكومبوزيت قبل كده، الفايبر عندي ليه كذا وضع، الاشكال بيتحط بيها، يا اما انا هحطه في صوره، ثواني كده اعتقد انتوا شايفين الماوس، هحطه هيكون في صوره متوازيه، الفيلمنت الفيلر الفايبر بتاعي خيوط متوازيه اهو، او ان هو متعامد على بعضها الزاويه 90 درجه، او انه هيكون بارتيكلز متوزعه بطريقه عشوائيه، مش بارتيكلز يعني، الفايبر عندي متقطع في صور قطع صغيره موجوده بصور عشوائيه. التوزيعه دي الاختلاف ده ليه اهميه عندي؟ كل حاجه منهم هتديني خصائص للسبيكه اللي انا عاملها، البوليمر اللي موجود هتفرق معايا في قوه الصلابه، في قوه التحمل. ده وضع البوليمر، وضع الفايبر بتاعي. هنا دي اشكال، الاشكال بتاعتي للفايبر بيكون عباره عن خيوط عامله زي خيوط بلاستيكيه كده. هنا لو ظهر عندي عامل زي النسيج، ده الفايبر كلاس عامل زي النسيج، فشوف شكل الخيوط منسوجة مع بعضها مغزولة عاملة ازاي، ده اللي بنقول عليه فايبر كلاس. وهنا ده لو انا حطيت الفايبر بتاعي في صورة راندم، دي اللي هي الصورة اللي تحت اهي، هنا نفس الكلام، ده لو انا غزلته يعني عملت خيوط وغزلتها مع بعضها، عملتها زي في صورة نسيج، الصورة دي بيوريني لو انا شديتها عملت لها استطالة فهيكون شكلها بالمنظر ده. الاصفر ده صورة الكيفلر، الكيفلر فايبر عندي، وهنا الكارو ده صورة الكربون، بيميزوا اللون الاسود لان هو موجود هنا الكربون. طيب احنا اتفقنا اننا هنبدأ شرح اول نوع عندي من الفايبر وهو الفايبر كلاس. احنا قلنا هو عبارة عن ايه، هو انا اصلا بيتكون ازاي. دلوقتي بنجيب مجموعة خيوط وخيوط زجاجية وبيغزلها مع بعضها ويحط معاها مادة ربطة علشان يقدر يكون لي الغزل اللي انا شفته اللي انا ورته لك في الصورة من شوية، واقدر استخدمه زي ما انا عايز. طيب الخصائص بتاعة الفايبر جلاس، طبعا الكثافة والصلابة أقل طبعا من الكربون والأرمايد فايبر. هاي إلونجنيشن يعني أنا أقدر أعمل له استطالة، أقدر أشكله زي ما أنا عايز، يقدر طبعا هيكون استخداماته كتير، التكلفة بتاعته أقل وعلشان كده أنا بستخدمه أفضل. الصورة دي بتوضح لي طريقة التصنيع بتاعته. أنا هجيب من الأول هنا، هجيب الجلاس عندي، الرو ماتيريال عندي وهي الجلاس، وبشكلها، هيبدأ ينزل هنا في صورة منصهرة، هنزله هنا بحيث إن أنا أشكله ويعمل لي يظهر في صورة خيوط، إما إن أنا هسحبها على بكر أو إن أنا هاخدها ستراند عندي أشكلها، يا إما هنا أغزلها مع بعضها ويكون شكله نسيج زي ما وريتك في الصورة، أو إنه هيكون بكر منفصل عن بعض، خيوط منفصل عن بعضها على حسب أنا عايز أستخدمها في إيه. طبعا شرح العملية دي موجود هنا بالتفصيل. الأنواع بقى، الفايبر جلاس هو نفسه ليه أنواع إحنا هنتكلم فيها برضو، أي نوع هتذكره لي أو أنا هسألك فيه في الامتحان هتوضح لي إيه الخصائص بتاعته، ليه أنا هستخدم النوع ده، وايه المميز الميزه اللي انا يعني هتخليني الجا للنوع ده افضله عن اي نوع تاني. بالنسبه للاي جلاس طبعا ده هو اغلى نوع فيهم، ولكن هو بالنسبه لي مفضل لانه بيعزل الكهرباء ما بيوصلش كهرباء. طبعا الارقام اللي موجوده عندي دي النسب اللي بقدر اكون منها الاي جلاس. عندي نوع تاني الاس كلاس والسي كلاس. طبعا الاس كلاس عندي السترينث بتاعه عالي علشان كده هو طبعا ليه استخداماته. اللي عندي السيليكا والماجنيسيا والالومنيا دي طبعا الكومبوننتس اللي هو بيتكون منها علشان اقدر اعمل الجلاس فايبر ده.
السي جلاس هو مقاوم، ده هستخدمه وهنحتاجه طبعا في الناس الحاجات اللي فيها احتكاكات بالكيميكالز، هنحتاج فيها النوع بتاع السي جلاس ده، مقاوم جيد جدا للصدأ، مقاوم للتآكل، ما بيسربش المية، فهو يعتبر عازل جيد جدا للمية أو للرطوبة بصفة عامة. بستخدمه طبعا، بحتاجه في التنكات وفي المواسير أو أي حاجة هحتاج فيها احتكاك بالكيميكالز. طيب عندي نوع تاني أنا بحتاجه، اللي هو إحنا خلاص اتكلمنا الفايبر وعندي الفايبر جلاس، أنا هتكلم بقى على نوع تاني، الويسكرز. إيه الويسكرز ده؟ دلوقتي زي ما هو في الصورة هو عامل زي خيوط رفيعة ولكن قصيرة، short fibers. لو أنا هحطها في سبيكة عندي فهي خيوط قصيرة. طبعا الصورة اللي قدامي دي متكبرة مش عارفة دي طبعا تحت الميكروسكوب علشان توضح لي شكل الفايبرز اللي موجودة دي. علشان أقدر أعمله إحنا هنشبهه، الويسكرز ده عامل زي إيه؟ الشوارب بتاعة القطة، علشان كده هو سموه بالاسم ده. عندي منه نوعين، في الميتال ويسكرز والسيراميك ويسكرز. اهم حاجه طبعا في الحالتين، سواء هنا، هو كومباينيشن من مجموعه من الماتيريالز بعملها مع بعضها بحيث ان انا احصل على السيراميك ويسكرز او الميتال ويسكرز. وهنا الميتال بيميزني انه التمبريتشر بتاعته بيستحمل تمبريتشر عاليه والسترينث بتاعه عالي. بالنسبه للسيراميك ويسكرز، اللو دينستي اللي هيميزه انه لو دينستي. في نوع تاني الفلاك، الرقائق. انا هعمل هنا الدعامه بتاعتي ولكن بيكون في شكل رقائق، الفايبر عندي واخد شكل رقائق الفلاكس بتاعتي. طبعا دي بالنسبه لي نوت اكسبنسيف. الميتال منها الميتال فلاكس. الصوره اللي موجوده عندي لو انا بستخدم جرافيت، نوع من الجرافيت، دي مش بتوصل كهرباء، ولكن العيب اللي هيكون عندي عند ما هاجي استخدم الفلاكس انها بيحصل فيها شروخ وتشققات، ودي من عند الحواف، ودي هتسبب عندي نقاط ضعف ان ممكن يحصل كسر للمنتج بتاعي. برضو لو انا بعمل رينفورسمنت، بعمل دعم ولكن بجزيئات، واتيفر انا بستخدم اي معدن ولكن هحطه في صوره جزيئات بارتيكلز، هيفرق معايا هنا القطر بتاع البارتيكلز بتاعي، هو ده اللي هيقوي او هيضعف البوليمر عندي. انا حاطط البارتيكلز حجمها قد ايه، الحيز اللي هي موجوده فيه قد ايه، السايز والشيب بتاعها، كل ده يقوي البوليمر، او يعني كل ما بزود في حجم البارتيكلز هيختلف معايا شكل البوليمر. عندي في نوع كمان اللي هو الناتشورال فايبرز. الناتشورال فايبرز دي انا هستخدم الفايبر ولكن من الطبيعه، انا مش هستخدم اي حاجه مصنعه، الفايبر من الطبيعه. يعني ايه؟ يعني هنجيب حاجات زي مثلا المكسرات، القشره بتاعتها هنجيبها ونطحنها، دي اصبحت بارتيكلز عندي، هقدر احطها مع البوليمر بحيث انها تخليها رينفورس، تقويها، تدعمها اكتر. الناس اللي بتتعامل مع النخل هتلاقي اللي هو اللي بنقول عليه الجريده بتاعت النخل الصفرة دي، الجذع اللي بيبقى شايل النخل ده فيه خيوط فايبر عندي اقدر استخدمها. طبعا التكلفه بتاعت حاجه زي كده قليله، مفيش لها اي اضرار صحيه على الصحه، الكثافه قليله، السعر طبعا قليل، انا هستخدمها بصوره زي ما انا عايزه في اشكال كتير، دي اهم المميزات بتاعت الناتشرال. طبعا لك هنا التيبل ده بيوضح لك، ده للعلم بس، انه مش محتاج ان انت تحفظ فيه حاجه، بيوضح لك بس الاشكال وانا بستخدم الانواع اللي موجوده عندي ايه هي واستخداماتها ايه. برضو نفس الكلام، الصوره دي مجرد ان انت تعرف ايه الانواع اللي موجوده.
من الطبيعة الناتشورال فايبرز اللي أنا ممكن أستخدمها، ممكن تبقى إيه؟ الهايبرايد فايبر. الهايبرايد هي كومبوزيت، ولكن هتتكون من اتنين. أنا النهاردة بقى أنا هعمل كومبوزيت، ولكن هجيب نوعين أو ثلاثة من الفايبر أستخدمه. إيه الهدف إن أنا أحط نوعين أو ثلاثة من الفايبر مع بعض؟ هحصل على خصائص أكتر، على قوة صلابة أكتر، على زي مثلاً عندي الكربون مع الجلاس، كربون جلاس فايبر، أو الكربون أراميد فايبر، هيديني رينفورسمنت أعلى، هقدر استخدمها أكتر. طب إيه يعني هحتاج في إيه الكلام ده؟ الناس اللي بتتعامل مع الفضاء هستخدمها في الإيركرافت، إيركرافت تلسكوب ميرور، الدرايف شافت، الحاجات بتاعت السواقه، الكومبوننت بتاعت العربيه بتاعتك. كل ما هتزيد الصلابه عندي كل ما هقدر استخدمها افضل. هنا الصوره دي بتوضح لي لو انا جمعت الفايبرز مع بعضها، ايبوكسي مع بارتيكلز مع فايبرز، ده عندي اللي بسميه الهايبرايد كومبوزيت. وطبعا الصوره دي بتوضح لي لو انا مش محتاجه طبعا ان انت تعبر لي بالصوره دي، يكفيني ان انت بتوضح لي السطر اللي تحت ده. دي الانواع اللي عندي اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. زي ما قلت لك، لو انا سالتك في اي حاجه منهم هحتاج ان انت توضح لي ايه هي المميزات اللي بتميزها. لو عرفت تقول لي هي بتتكون من ايه، هستخدمها في ايه، واستخداماتها، يعني يكفي ان انت تذكر لي مثلا ثلاث انواع، ثلاث استخدامات ليها، هيبقى كده كويس. شكرا.